السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخواني الأعزاء؟ حان الوقت إلى الخبر الكبير بالنسبة لي، وهو قص اللحية. حرام بتروح ربي التشهور. في أسئلة كثيرة يتني في الدوام ربعي عيال عمي يقولون ليش ربيت اللحية، ليش خليت اللحية، وأغرب سؤال وصلني هو ليش لحيك بيضة. صراحة أنا ما عندي جواب، إذا عندكم جواب لهذا الشيء يعني ليش لحيك بيضة، يعني في أسباب من رب العالمين. المهم هذا الشيء. ويقولوا لي الشيء الثاني، يعني بما أني أنا في المكتب يقولوا لي ليش مكتبك مبهدل. مكتبي أصلا مش مبهدل، هذا ورشة عمل، يعني فيها سباين، فيها إلكترونيات، فيها كمبيوتر، فيها كل شيء، هذا عالمي الخاص، يعني هشتغل هني وعندي تولز مالي وكمبيوتراتي وكلها. المهم خلونا باللحية، حان الوقت. إذا أكيد الناس كلها مستغرب يقولون ليش محمد مربي اللحية كذا أحلى ولا كذا، الله ما عارف العقال وايد. المهم الإنسان يوم يكون موده يعني متضايق من المود ماله أو موده متعود عليه، يحاول يغير في روتين حياته ويغير اصلا في لبسه وشكله وكل شيء حواليه. بهالحالة هذه بيتغير المود. هذا قاعدة انا ما ادري يمكن صح يمكن غلط، بس اقول يعني مثلا كنت اشيل اللحية، خليت اللحية وشفت كلام الناس وليش وشيء حلو، يعني سبحان الله الناس عندهم كل واحد اذواق. في بعض الناس يقول لي والله حلوة اللحية عليك، وفي بعض الناس يقول اللحية مو بحلوة عليك، ولكن آراء مختلفة، والقرار الأول والأخير ويرجع لي أنا. أنا ربيت اللحية لفترة معينة وشفت آراء الناس وجربت هذه التجربة، ولكن حان الوقت إلى شيبت. أنا عيبني في العقال ستايلي كذا، ما ادري العقال ما يضبط علي والله ما اعرف. في اوكي طولت اللحيه ولا قصرت اللحيه، ابيضت اللحيه او كانت سودة، تراني بكون محمد الكتبي. هو نفسه الشخص هذا. وانا حاب اقولكم بصراحه ترى اللحيه انا عايب فيني، والشعر الابيض انا عايب فيني، وابدا يعني ما افتحيت ولا اني انا قلت بروح اصبغ ولا شيء، لا لاني كبرت وكذا وحسيت انها تليق لي. ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أنك أنت تغير من أسلوب شكلك، أو من أسلوب شكلك يعني بخصوص اللحية، يعني لازم تشلها لظروف معينة. وأتمنى يعني أن في المستقبل بربيها إن شاء الله نفس هالستايل، بيكون يمكن ستايل ثاني، خطين كذي خطين كذي، توقعوا أي شيء مني. اخواني تبون تشوفون حلاقه خلال 5 ثواني، يلا اراويكم الحلاقه كيف 5 ثواني. اللي ما اعرف البسه ابدا. يلا حاب اشكركم انكم تابعتوا هذا الفيديو السريع جدا للتغيير المفاجئ. اذا حبيتم هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على اللايك والاشتراك في القناه، وايضا متابعتي في قنوات التواصل الاجتماعي، وشكرا لكم على المتابعه.